بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا، واجعلنا مباركين حيثما كنا. طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي. تعالوا معي لنتعرف موضوع هذا الدرس. موضوع الدرس أتواصل كتابيا، وهذا الدرس الرابع والأخير في هذا الموضوع. نبدأ مستعينين بالله بتعرف أهداف الدرس. كتابة قصة مكتملة العناصر، تعرف الأسئلة الخمسة لعناصر القصة، تحليل عناصر القصة باستخدام الأسئلة الخمسة. بإذن الله سنتعاون جميعا على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس. كما تعودنا في بداية كل درس، نفتح على الصفحة المطلوبة، وهو ما سيظهر الآن أمامكم، صفحة 120 لمن يستخدم الكتاب الورقي، ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية هذا رابط الدرس الرقمي، بإمكانه أن يمسح هذا الرابط ليحصل على نسخة إلكترونية من هذا الدرس. نبدأ بمكون أراجع مكتسباتي. فيما تطابق الصفة الموصوف؟ سبقنا أخذنا في دروس ماضية في الوظيفة النحوية الصفة، وقلنا بأن الصفة تطابق الموصوف في مجموعة من الأشياء، ففيما تطابق الصفة الموصوف؟ جميل، بارك الله فيكم. في الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، وفي العلامة الإعرابية، بارك الله فيكم، في الرفع والنصب والجر. إذا نقول تطابق الصفة الموصوف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وفي التعريف والتنكير، وفي الحالة الإعرابية الرفع والنصب والجر. نشاط يتعلق بالصفة، اختاروا من القائمة المقابلة صفة مناسبة لكل موصوف في الجملة ثم أقرأها. أولا، أستيقظ في الصباح، ما الصفة المناسبة من القائمة في الجهة اليسرى؟ أحسنتم، ونقول أستيقظ في الصباح، أحسنتم، الباكري، لأن الصفة تطابق الموصوف في الحالة الإعرابية. المثال الثاني، إن الإنسان فراغ يحبه الله. جميل، الأمين، ونقول إن الإنسان الأمين يحبه الله، لأن الصفة تطابق الموصوف في الحالة الإعرابية. وكذلك في التعريف والتنكير، لاحظوا بأن الإنسان معرف بال، والأمين كذلك معرف بال. الكلمة التي تليها، إن شجرة الزيتون شجرة، أحسنتم، مباركة. إذا نقول هنا شجرة ومباركة، ونلاحظ هنا بأن شجرة نكرة ومباركة أيضا نكرة، فاتفقت الصفة والموصوف في التنكير، واتفقت في الحالة الإعرابية، وكذلك في الإفراد، وفي أيضا أنها مؤنث، شجرة ومباركة. أخيرا، فاز المتسابق فراغ بالجائزة، أحسنتم، البارع، ونقول المتسابق والبارع أيضا، ونلاحظ بأن الصفة طابقت الموصوف في التعريف والتنكير، وفي الإفراد أيضا، وفي أنها مرفوعة، وفي أنها مفردة. أقرأ الجملة التالية بعد ضبط كل صفة فيها. نقرأ أنا وأنتم الجملة ونحدد الصفة ونضبطها بالشكل. رغب الإسلام في تكوين أسرة صالحة، الصفة في هذه الجملة، أحسنتم، صالحة، ونقول تكوين أسرة صالحة، أحسنتم. وضع الإسلام نظما شاملة لتربية الطفل، الصفة في هذه الجملة، أحسنتم، شاملة،
الميكروبات كائنات صغيرة لا ترى بالعين. الصفة في هذه الجملة، أحسنتم، صغيرة، ونلاحظ بأنها مرفوعة لأن الموصوف قبلها أيضا كائنات جاءت مرفوعة. أمثل بست جمل، في كل جملة منها صفة. من يعطيني جملة فيها صفة؟ جميل. الاختراعان الجديدان مبهران. الصفة في هذه الجملة، أحسنتم، الجديدان. مثال آخر، عظيم، الفتيات الصغيرات سعيدات. الصفة هنا الصغيرات، أحسنتم. مثال أيضا، هؤلاء جيران متحابون. الصفة في هذه الجملة، أحسنتم، متحابون. أيضا مثال آخر، جميل، قليل دائم خير من كثير منقطع. الصفة هنا دائم، وأيضا هناك صفة أخرى كذلك، منقطع، أحسنتم، خير من كثير منقطع. أيضا أريد مثال آخر، جميل، الدولة الاستوائية ممطرة طوال العام. الصفة في هذه الجملة الاستوائية، ونلاحظ بأنها جاءت مطابقة للموصوف الدولة في ماذا؟ في أنها مفردة، وفي أنها مؤنثة، وفي أنها أيضا معرفة بال، ومرفوعة بالضمة. جملة أخيرة، أحسنتم، الموظفات المتعاونات منجزات. الصفة في هذه الجملة، عظيم، بارك الله فيكم، المتعاونات، ونلاحظ بأنها جاءت مطابقة للموصوف كذلك في أنها جمع مؤنث سالم ومرفوعة بالضمة ومعرفة بأل. الآن المطلوب منكم أن تستمعوا بإنصات إلى هذا النص. استمع بإنصات لأن هناك مجموعة من الأسئلة سنجيب عنها بعد أن ننتهي من استماع النص. الطحان وولده وحمارهما. ذهب الطحان وولده في صباح أحد الأيام بحمارهما إلى السوق علهما يجدان من يشتريه، وأثناء سيرهما قابلهما مجموعة من الفتيات وأخذن يضحكن ويقولن: أرأيتن هذين؟ إنهما يمشيان وحمارهما معهما، يتحملان المشقة وتراب الطريق، وحمارهما يمشي خفيفا لا يركبه أحد. أحس الطحان بالصدق في قولهن، فأركب ابنه وسار إلى جواره حتى لقي بعض أصدقائه القدامى، فقالوا له: أنت تفسد ولدك هكذا، أيركب وتمشي أنت؟ دع هذا الصغير يمشي، وفي ذلك أكبر النفع له. عمل الطحان بنصحهم، فأخذ مكان ابنه من ظهر الحمار، والولد يمشي خلفه. وفي الطريق قابلتهما مجموعة من النساء والأطفال، سمع الطحان قولهم: وعجباه لهذا الشيخ، يركب ويستريح ويرهق ابنه الصغير الذي يمشي خلفه جريا على قدميه. وأردف ابنه خلفه واستمر في طريقهما إلى السوق، وأثناء ذلك قابلا بعض المسافرين، فسأل أحد المسافرين الطحان: الحمار حمارك أم استأجرته لتسافر عليه؟ قال الطحان: هو حماري، وأنا ذاهب إلى السوق لأبيعه. قال المسافر: يا لك من رجل، بمثل هذا الحمل تصل الدابة إلى السوق مجهدة، ولن تجد من يشتريها منك، فالأفضل الآن أن تحمل الحمار. قال الطحان: سنفعل ما فيه رضاكم. فشدا قوائم الحمار معا، ثم حملاه معلقا حتى دخل المدينة، فرآهما الناس وهما يحملان الحمار، فضحكوا من منظرهما وأخذوا يلحقون بهما. وأثناء عبور الطحان وولده الجسر وهما يحملان الحمار المعلق، فزع الحمار من صياح الناس،
وحاول أن يفك قيده وقفز في النهر ثم غرق. ورجع الطحان إلى بيته خجلان أسفا، لقد حاول أن يرضي الجميع غير أنه لم يستطع أن يرضي أحدا، بل فقد بسبب ذلك حماره. أشكر لكم حسن استماعكم. الآن سنقوم بحل مجموعة من الأسئلة، كما ذكرت لكم هي إجابات هذه الأسئلة موجودة في هذا النص. عنوان هذه القصة، أحسنتم، الطحان وولده وحمارهما، المكان الذي جرت فيه أحداث هذه القصة، عظيم، الطريق إلى السوق، الزمان، جميل، في أحد الأيام، الشخصيات التي ذكرت في هذه القصة، عظيم، أحسنتم، الطحان وولده وبعض من الرجال والنساء والأطفال والحمار. المشكلة أو العقدة في هذه القصة، أحسنتم، محاولة الطحان إرضاء الآخرين، الأحداث التي جرت في هذه القصة، حاولوا ذكر الأحداث بالترتيب، أحسنتم، ذهاب الطحان وولده لبيع حمارهما، ثم بعد ذلك طلبات من كان يقابلهما في الطريق من الرجال والنساء، غرق الحمار بعد ذلك، ثم عودة الطحان إلى منزله خجلان آسفا. الحل هو ما جاء في نهاية هذه القصة، أحسنتم، لم يتمكن الطحان من إرضاء الآخرين ولا من بيع حماره. أيضا نجيب عن الأسئلة التالية، إلى أين ذهب الطحان وولده بحمارهما ولماذا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ جميل، إذا ذهب به إلى السوق، لماذا ذهب بهذا الحمار إلى السوق؟ أحسنتم، لأنهما أرادا بيعه. ما سبب موت الحمار في نهاية القصة؟ أحسنتم، فزعه من الناس الذين لحقوا به، ولما حاول أن يفك قيده وقعا في النهر وغرق. هذا هو سبب موت الحمار، وهذه الإجابات أيضا موجودة في القصة. أيضا سؤال ثالث، نكتب الحكمة التي وردت في آخر القصة ونتحاور في معانيها، ما هو المغزى من هذه القصة الذي ورد في نهايتها؟ جميل، بارك الله فيكم، أن رضا الناس غاية لا تدرك، حاول الطحان أن يرضي كل الأشخاص الذين كان يقابلهم في طريقه، لكنه في النهاية لم يتمكن من إرضائهم ولم يتمكن من أن يبيع حماره ويستفيد من ماله، لذا لم يستفد لا من إرضاء الناس ولم يتمكن من ذلك، وأيضا لم يستفد من بيعه حماره. إذا رضا الناس غاية لا تدرك، الأفضل ألا نتأثر بآراء الآخرين وأحكامهم، إذ من الصعب أن يتفقوا على رأي واحد، لذا ينبغي أن نأخذ برأي من نثق بهم فقط. هذه حكمة يمكن أن نستفيد منها في نهاية هذه القصة، ألا نتأثر دائما بآراء الآخرين، لأن الآخرين من الصعب أن يتفقوا على رأي واحد، لكن بإمكاننا أن نأخذ رأي من نثق بهم فقط. نحن ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن القصة تبنى على عناصر خمسة، يمكن أن نحلل هذه العناصر ونستنتجها من أي قصة من القصص باستخدام هذه الأسئلة. إجابة هذه الأسئلة تعبر عن كل عنصر من هذه العناصر الخمسة للقصة. أولا، ماذا نسأل بها عن أي عنصر من عناصر القصة؟ أحسنتم، عن الحوادث التي يؤلف بينها الكاتب. إذا نسأل بماذا عن حوادث هذه القصة، للاستفسار عن مجموع الحوادث التي يؤلف الكاتب فيما بينها، ويدخل من ضمن هذه الحوادث المشكلة في بداية القصة والحل في نهاية هذه القصة.
من نسأل بها عن عنصر أيضا من عناصر القصة هو، أحسنتم، تعيين شخصيات القصة. متى لأي عنصر من عناصر القصة؟ أحسنتم، لتحديد الأحداث. زمان هذه الأحداث. أين؟ لتحديد مكان هذه الأحداث. أحسنتم. ولماذا؟ عظيم، بارك الله فيكم، لتحديد المغزى أو العبرة من هذه القصة. إذا أردت أن تحدد هذه العناصر الخمسة، اسأل نفسك هذه الأسئلة وابحث عن إجابات لها في أي قصة تقرأها. الواجب المطلوب منا أن نحلل عناصر أي قصة من اختيارنا، كما ذكرت لكم قبل قليل، بسؤال هذه الأسئلة الخمسة. إجابات هذه الأسئلة تعبر عن عناصر القصة الخمسة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس. آمل أن تكونوا وافدتم مما قدمنا، موفقين ومعانين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.